مشاهدينا الكرام، وشوطنا الثاني هو الشوط الرئيسي للحقائق القعدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، تتواصل منافسات أشواطنا الرئيسية هنا على أرضية ميدان الشحانية، وهذه السيارات قد صفت، والمسارات بالجماهير قد غصت، والأرزاق عند الله قد كتبت. اليوم تختلط على العبارات الشفاه، اليوم تختلط على الشفاه العبارات. اهلا بالمتابعين عبر قناه الريان الفضائيه، اهلا بالجميع هنا على ارضيه ميدان الشحانيه. انطلق مشاهدينا الاعزاء، ايها الحفل الكريم، شوطنا الرئيسي الخاص بفئه الحقائق القعدان، الشوط الاول. يا متابعين، يا مضمرين، يا جماهير، ذهب المكسور بالشوط الرئيسي للبكار، وننتظر ماذا سيكشف عنه الشوط الرئيسي للحقائق القعدان. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول، جلمود محمد بن سعد بن حمد الغفراني على المركز الأول، يقود جلمود، تسلل ودخول عليه وتسلل على جلمود من قبل شاهين. سعد بن محمد بن سالم بن جهويل خطف المركز الأول. المركز الثالث المتقدم، إسناد عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد العيدة، مرحبا يا أبو سعيد، هنا على أرضية الميدان على المركز الثالث. المركز الرابع ومن يتقدم، يتسلل عز الجيش عوضة بن عبد الله بن قبعان على المركز الرابع، بينما المركز الخامس مياس راشد بن علي بن مبارك آل بريص. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء في ندائنا الأول في شوطنا الرئيسي للقعدان. يا سلام، هناك سيارة بالانتظار، جائزة عينية قيمة بانتظار الفائز من هذه القعدان، إضافة إلى تسعيرة قد وضعتها اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. العودة إلى المنافسة الحامية على الصدارة. هنا ما زال شاهين سالم بن محمد بن سالم بن جهويل، بينما التغيير عز الجيش عوضة بن عبد الله بن قبعان. يا سلام، شعار بن قبعان، شعار خطير خطير خطير، وصاحب نقطة في صباح هذا اليوم، صاحب نقطة في صباح هذا اليوم هنا على أرضية ميدان التحدي. المركز الثاني ليتسلل ويتقدم من الجانب الآخر، مياس الكيلو متر الأخير. يا مضمرين، هنا مياس وشاهين، مياس وهنا عز الجيش، مياس وعز الجيش، شعار العيدة خطير 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 على المركز الثالث. عبد الله بن سعيد العيدة وعبد الرحمن بن عبد الله العيدة. يا سلام، أيضا المركز الرابع، جلمود محمد بن سعد الغفراني، بينما المركز الخامس الهجوم من قبل مقدام سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري. عودتنا إلى مقدمة الشوط، السيارة بالانتظار، ولع هذا الشوط، ولعها الكاموخة. يا سلام، شاهين يختطف السيارة حتى هذه اللحظات، بينما عز الجيش الباحث عن العز في حياض المراكز الأولى في منافساته. يا عز الجيش وشاهين، ولكن عز الجيش عوضة بن عبد الله بن قبعان لا يعتاد بغير السيارة، لا يرضى بغير الشوط الرئيسي ومركزه المتقدم. يا سلام يا سلام، عز الجيش وعز السلالة، ونعم السلالة يا عز الجيش، هذا هو يختطف الشوط الرئيسي بسلام وأمان مع بن قبعان. سلام يا عز الجيش، سلام، وسلام لميدان الجزيرة على الهواء مباشرة، يبعث السلام. والتوقيت في خطر، تحطم التوقيت الزمني. المركز الثاني مياس لراشد بن علي بن مبارك آل بريص. المركز الثالث وصل إسناد عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد العيدة. المركز الرابع مقدام لسعيد بن محمد بن سالمين المنصوري. المركز الخامس جلمود لمحمد بن سعد الغفراني المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. أيها الحفل الكريم،
يتحطم التوقيت الزمني في مساء هذا اليوم. للمرة الأولى نشاهد هذا التوقيت في هذا الموسم في هذا اليوم وفي يوم الأمس، وأتوقع أن يصمد هذا التوقيت لفترة طويلة من هذه المسافة. ننتظر التوقيت الزمني الذي سجل تحت أخف عز الجيش في هذا المساء، 4:23، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك عز الجيش عوضة بن عبد الله بن حمد بن قبعان المري، وتهانينا على تحقيق التوقيت الزمني. المركز الثاني مياس 4:24، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لراشد بن علي بن مبارك البريص على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث، المركز الثالث وصل إسناد وتوقيته الزمني 4:29، 6 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لمالك إسناد عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد العيدة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.